الرياضات لما تيجي مع جو بلاي ودو، ايه الفرق ما بينها؟ واني رياضات تاخد جو واني رياضات تاخد بلاي واني رياضات تاخد دو؟ قال لي اذا كانت الرياضات فيها كوره فبالتالي انا هستخدم بلاي، شكل بلاي هاندبول، بلاي فوتبول، بلاي باسكتبول، اند بلاي تنس. يبقى اي رياضه فيها كوره دايما بستخدم فيها بلاي. عشان كده لما يجي يقول لي احمد بلايز اور جوز اور داز هاندبول، هنا لازم اقول له plays. ليه؟ لأن الهاندبول رياضة فيها كرة. أما الفعل go فده بيجي مع رياضات اللي فيها ing، يعني رياضات plus ing، شكل swimming، شكل sailing، windsurfing، شكل diving. كل الرياضات اللي فيها ing دايما تاخد الفعل go، واحنا أصلا واخدين قبل كده ان go بيجي وراها verb plus ing. طيب يا ترى هل كل الرياضات اللي فيها ing تاخد الفعل go؟ قال لي لا طبعا، اكيد في استثناءات. قال لي الرياضات اللي فيها ing وبتاخد go دايما في الغالب بتحتاج لمساحات كبيرة عشان اقدر امارسها. يعني لو قلنا go sailing يعني يذهب للبحار، هلاقي ان البحار محتاج مسافات طويلة، swimming محتاج مساحات كبيرة. اما لو جينا على رياضة شكل boxing اللي هي رياضة الملاكمة، هنا ما اقدرش اقول go لان الملاكمة مش محتاجة مساحة كبيرة عشان اقدر امارسها فيها، انما boxing تاخد do. فاذا هقول do boxing، do boxing. رياضة شكل رياضة الweight lifting اللي هي رفع الاثقال، قال لي رفع الاثقال برضو مش محتاجة مساحات كبيرة عشان اقدر امارسها فيها، ولكن هي يدوب المساحة الضيقة اللي انا اقدر امارسها فيها، فعشان كده بقول do weight lifting، do weight lifting. يبقى اذا اكيد في استثناءات للرياضات اللي بيجي فيها ing وممكن تاخد دو شكل بوكسينج وشكل ويت ليفتنج. اما بقى بقيه الرياضات فهنلاقيها بتاخد الفعل دو. يعني لما اجي اقول لك احمد wants to play or go or do judo، طبعا judo دي ولا هي رياضه فيها ing ولا هي رياضه فيها كره، فبالتالي لازم اقول do judo like do karate، يعني يلعب كاراتيه. وبكده يبقى انا اقدر اقسم الرياضات لرياضات فيها ing ورياضات فيها كوره وبقيه الرياضات. الرياضات اللي فيها ing بتاخد go، الرياضات اللي فيها كوره تاخد play، والرياضات اللي ما فيهاش ing ولا فيها كوره تاخد do.